عم دول هما ساعتين ساعتين زي يوم، هما 300 جنيه يعني 300 جنيه. يا ساتر عليك يا اخي، هتفضل لو لي دراعي كده. امسك. اتفضلي اتفضلي. انت لسه هنا؟ عد الفلوس يا عم. عد بره. السلامه دار امان. يلا يلا. اهلا ازاي؟ امال طنط فين؟ طنط موجوده طبعا، موجوده. اتفضلي اتفضلي. لو سمحت يا فكري، ما بحبش كده. لا، واحنا نفضل مكسوفين كده على طول ولا ايه؟ لو طنط موجودة أنا دي هسلم عليها، لو مش موجودة خليني أمشي. لا موجودة موجودة، بس تعالي اطلع لها فوق. لا أنا مش هطلع في حتة، سيبني أمشي لو سمحت. ويهون عليكي برضه، تزعل أمي. لو سمحت خليني أمشي بالسوق. جرايه يا بت، أنت عايز تفهميني إني جاية هنا ومش عارفة أنت جاية هنا ليه؟ أنت حقير، ابعد عن سكتي. تعالي هنا. لو ما بعدتش عني أنا هصرخ وهلم عليك الدنيا كلها. صراخ صراخ يا حبيبتي، إحنا هنا في حتة مقطوعة، محدش هيسمع لك. حس ليه كده؟ ليه كده؟ ما بالراحة بالهداوة. ابعد عني يا سلمى. ابعد عني. الكذاب. بس يا نيجي بقى أرجوكي ما تعمليش في نفسك كده. وبعدين الحمد لله يا حبيبتي إن هو ما وصلش للي هو عايزه. أنا كنت مصدقاه يا ماس، كنت فاكرة انه بيحبني. انا حذرتك منه كتير قوي وانتي ما سمعتيش الكلام. وبعدين ايه يا انجي، انتي اتجننتي، انتي فعلا اتجننتي. انتي ازاي تروحي له لحد عنده؟ انا اسفة ارجوكي بقى، خلاص حقك عليا بقى. انا اسفة.